بكم من جديد. صفقات بالمليارات استهلتها الشركات الخارجية في معرض لبورجي الجوي المقام حاليا قرب باريس. فبعد شراء القطرية ل 24 طائرة من طراز إيرباص بقيمة لامست ملياري دولار، من المتوقع أن يبرم طيران الاتحاد صفقة لشراء محركات بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار في اليوم الثاني من المعرض. كان شبح الأزمة العالمية مخيما في معظم زوايا معرض لبورجي الدولي للطيران عند افتتاحه. الجميع كان يتحدث عن تراجع الطلب على الطائرات وعن تراجع عدد المسافرين، ما سيجر على الشركات خسائر تشبه تلك التي لحقت بها بعد أحداث 11 من أيلول. هذا التشاؤم كسر حدته توقيع شركة الخطوط الجوية القطرية عقدا بشراء 24 طائرة من طراز A320 التي تنتجها شركة إيرباص، قيمة العقد مليار و900 مليون دولار. بدورها وقعت شركة أبوظبي للمطارات على عقد مع شركة ألمانية يقضي بالإشراف على تطوير صناعة الطيران في أبوظبي خلال السنوات الخمس المقبلة والاهتمام بمطار العين، وهو مطار ما يزال قيد الإنشاء وقد ظهر مجسم له في المعرض. الهدف تجاري بس أيضا في أهداف اجتماعية، في أهداف أيضا تطوير البنية التحتية، في أيضا أهداف يعني الدخول في مجال التكنولوجيا المتقدمة. إنزين طبعا هذا هو خلق جيل من الشباب في مجال التكنولوجيا المتقدمة. لكن الصفقة الأكبر يتوقع أن يعلن عنها في اليوم الثاني من معرض الطيران الدولي، فشركة الاتحاد للطيران الإماراتية قد تشتري محركات لطائراتها بقيمة 6 مليارات و700 مليون دولار. ممثلو شركات صناعة الطيران في المعرض أجمعوا على القول أن الصفقات التي تبرمها دول الخليج تبقى الأقل تأثرا بالأزمة العالمية. تأثير الأزمة العالمية على صفقاتنا في الشرق الأوسط وتحديدا مع دول الخليج يبقى محدودا. حتى الآن مثلا تم إلغاء طلبية أو اثنتين، وهذا لم يؤثر على استمرار تسليمنا طائرات لهذه الدول. طائرة رافال الحربية التي لم تنجح فرنسا في إتمام أي صفقة لبيعها حتى الآن قامت بعروض دائمة طوال النهار لإقناع الوفود العابرة بشراء عدد منها. من بين نجوم معرض الطيران الدولي أيضا طائرة الإيرباص العملاقة A380-800 التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم. بدورها عرضت شركة سوخوي الروسية طائرة الركاب سوبر جيت 100، وهي أول طائرة ركاب روسية كاملة الصنع منذ عدة عقود. في معرض الطيران هذا المعروض كثير والمطلوب أقل بكثير، فالأزمة العالمية فعلت فعلها وأضيفت إليها بالنسبة للشركات الأوروبية على الأقل كارثة تحطم طائرة الإيرباص بين البرازيل وفرنسا قبل أسبوعين. سين فياض قنيبر، العربية، من معرض الطيران الدولي في مدينة لبورجي فرنسا.